عن هذا الموضوع معنا للحديث أكثر حوله عمر شاكر وهو مدير Human Rights Watch في إسرائيل وفلسطين. أهلا وسهلا بك. ما هي الرسالة التي أرادت مساء الورد؟ ما هي الرسالة التي أرادت منها مؤسسة Human Rights Watch تقديمها تجاه ما حدث في أحداث أيار الماضي؟ مؤسسة Human Rights Watch إحنا كتبنا كذا تقارير على الأحداث اللي صارت بالأراضي المحتلة وبداخل بشهر 5. طبعاً التركيز كانت على القدس الشرقية وعلى وغزة، بس كمان بالداخل شفنا مظاهرات سلمية، وكمان شفنا إيش صار بين اليهود وبين الفلسطينيين بمدن زي اللد. سو إحنا عملنا تحقيق استمرت 8 شهور، ومنها كان واضح أن السلطات الإسرائيلية أخذوا ردود تمييزية بالنسبة لكيف تعاملوا مع المظاهرات وكيف المحاكم تعاملت مع هذول الأحداث. وواضح أن لجنة التحقيق اللي من الأمم المتحدة عليهم أنه مش بس يركزوا على غزة والقدس الشرقية، بس كمان على النظام التمييزي ضد الفلسطينيين بالداخل. طبعا. طيب، على ماذا اعتمدتم عندما أصدرتم هذا التقرير؟ يعني عندما قرأت هذا التقرير رأيت أنكم عملتم عدة مقابلات مع من تعرضوا أو شاركوا في المظاهرات، على ماذا اعتمدتم بالأساس؟ تمام، احنا عملنا مقابلات باللد مع عدد سكان اللد، ومنهم أحالي الضحايا، ومنهم كمان يهود اللي بيسكنوا بالمدينة. بالإضافة إلى ذلك عملنا تحليل على فيديوهات اللي كانوا مقاطع من الفيديوهات اللي كانوا على مواقع الإلكترونية الاجتماعية، وبالإضافة إلى ذلك كمان طلعنا على الأدلة كل أنواعها، حكينا مع البلدية ترسلنا معهم، وبالإضافة إلى ذلك كمان حكينا مع محاميين ومع مؤسسات حقوق الإنسان بإسرائيل. يعني هذه التقارير التي تصدرها Human Rights Watch، يعني سؤال، يعني كيف من الممكن أن تساعد هذه التقارير الدولة الفلسطينية في المجال الدبلوماسي والمحاكم الدولية؟ أول إشي، يعني في أول مرة في التاريخ في لجنة تحقيق اللي راح يطلعوا على الانتهاكات بداخل الخط الأخضر. في الماضي كل اللجان تركيزهم كان على الأراضي المحتلة، هذا مهم جدا. وإحنا بتقاريرنا يعني كتبنا كثير على التمييز ضد الفلسطينيين بالداخل، ومهم جدا أنه لجنة التحقيق كمان بيطلعوا مش بس على الأحداث بشهر 5 وإيش صار عند الشرطة والأحداث، وبالإضافة إلى ذلك بيطلعوا على كل السياسات التمييزية ضد الفلسطينيين. Human Rights Watch كمان كتبنا تقرير في بداية السنة عن جرائم الأبارتايد والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومهم جدا كمان أنه لجنة التحقيق كمان بيطلعوا على النظام التمييزي ضد الفلسطينيين على الداخل وكمان بالأراضي المحتلة. وكيف من الممكن هذه التقارير أن تساعد الفلسطينيين في الداخل المحتل؟ ربما هذه الرسالة ستصل إلى إسرائيل، ونحن نعلم جيدا كيف تتصرف إسرائيل مع كل تقرير يصدر من أي مؤسسة حقوقية. طبعا، بس في نفس الوقت يعني إسرائيل الضغط مرات يعني تودي إلى يعني أنه مرات بيغيروا سياساتهم. مثلا شفنا إيش صار بالشيخ جراح، إلى حد الآن لحالي ساكنين في بيوتهم. شفنا كمان بخان الأحمر أنه بعد كل الضغط من المجتمع الدولي إلى حد الآن خان الأحمر مستمرة. في نفس الوقت طبعا واضح أنه الانتهاكات الخطيرة مستمرة. في نفس الوقت مهم أنه نضلنا نحكي، نضلنا نكتب، ونضلنا نضغط ونطلب من المجتمع الدولي أنه يعني بياخذوا خطوات جدية بالنسبة للانتهاكات الخطيرة من إسرائيل. نعم، شكرا لك جزيل الشكر عمر شاكر مدير Human Rights Watch في إسرائيل وفلسطين. شكرا لك.